ونبقى بشاري باقرمي واحتفال بذكرى ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام تحت رعاية سلطان شاري باقرمي. خليل حسن. تلاوات قرآنية ومدائح نبوية عطرت أجواء الاحتفال بمدينة أبقار إحياء لذكرى ميلاد خير الأنام وأفضل الرسل عليهم السلام. واعتقادي ونيتي مديء رسول الله خير البرية. لتتوالى بعد ذلك الكلمات الإيمانية التي حامت حول عظمته ومعجزاته الباهرة التي ظهرت منذ ولادته، وقد تناولت بعضها أهمية العلم في حياة المسلم وحفظ الشرائع المحمدية والاقتداء بها. وقبيل الختام ورفع الدعاء تحدث راعي الحفل جلالة السلطان بانغ أجي ولي عن أهمية ميلاده صلى الله عليه وسلم، داعيا الحضور على التمسك بالسنة النبوية المطهرة والحفاظ على الوحدة والسلام اللذين يتمتع بهما الشعب التشادي، لترفع بعد ذلك أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء سائلين إياه الأمن والاستقرار. شهدت قاعة المحاضرات بجامعة الملك فيصل ندوة علمية تحت عنوان خاتم الأنبياء والمرسلين، صفاته ومعجزات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى جانب مفتي البلاد آدم شرف الدين. نهاية شهر الربيع الأول شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقام مركز الإمام أبي الحسن الأشعري للبحوث والتدريب الأقدية والفقهية والتصوف الإسلامي ندوة علمية كبرى تحت عنوان خاتم الأنبياء شمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت الندوة بآية من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة المركز قدمها الدكتور عادل صغيرون تيراب والذي حنأ فيها الحضور على تلبيتهم للدعوة، مبينا بأن المركز يجري بحوثا حول الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من النواحي الاقتصادية والتاريخية. عقب ذلك تناول مفتي البلاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم متطرقا إلى شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان كلمة أشار فيها إلى خصائص هذه الأمة. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، لابد أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظم أهل بيته ونحب أصحابه ونحب كل ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأن مركز الإمام أبي الحسن الأشعري للبحوث والتدريب الأقدية والفقهية والتصوف الإسلامي أنشئ في عام 2016، إلا أنه قدم الكثير من الحملات التوعية إلى جانب البحوث العلمية في التاريخ والحضارة الإسلامية. نظمت مساء اليوم كنيسة الإنجيلية للبعثات والأعمال بتشات مؤتمرا خاصا حول التلمزة والحياة الزوجية عند المسيحيين، جرت المناسبة بدار المرأة التشادية. ياسر محمد أحمد. في هذه الرقصات والترانيم الإنجيلية انطلقت رسميا فعاليات المؤتمر الخاص بالتلمذة والحياة الزوجية والذي نظمته كنيسة بروتستانت باتيس للبعثات والعمال بتشاد. أحيا المؤتمر كل من القس جان برينو والدكتور أليم روتارو ودونيلا إيزابيل. جاء ذلك عقب الزيارات التي قام بها مسؤولو الكنيسة إلى نزلاء السجون وبعض من المرضى بمستشفى شقوة. وفي مداخلته بهذه المناسبة القيس جان برينو قال إن تشاد هي من أبرز الدول التي تساهم بشكل كبير في جلب الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمع، متطرقا إلى الحياة الزوجية السعيدة مقدما الإرشادات والتوجيهات إلى جميع المسيحيين كما حثهم على العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا ونشير إلى أن المؤتمر شارك فيه بعض من الأجانب الذين قدموا من غينيا وتوغو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر فعاليات هذا المؤتمر لمدة يومين.
نهاية النشرة لهذا المساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.